بالدوريات المحترفة عملية انتقال اللاعبين تجري باللحظات الأخيرة، ومرات تقلب الموازين وتخلي المحللين يدوخون ويعيدون ترتيب توقعاتهم. بالانتخابات هم نفس الشيء، خصوصا بالبرلمانات اللي تقوم على صراع الجبابرة، والجبابرة هي كتل كبيرة تمثل مكونات مليونية. هاي التحالفات تشبه الفرق، لهذا تظل المفاوضات تدور لآخر لحظة حتى ينضم هذا العنصر أو ينسحب هذا الرقم. هسه في حال فتحت المفوضية باب إعادة تسجيل التحالفات مثلا، شنو التغييرات اللي ممكن نشوفها حسب التسريبات والتحليلات اللي وصلنا لها؟ خل نجي أولا لإئتلاف الوطنية اللي يقوده إياد علاوي وصالح المطلق وسليم الجبوري، اللي وصلنا أنه أكو نية للانضمام لتحالف النصر اللي زعم العبادي، واحتمال أيضا أن ينضم لهم ائتلاف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر. تفسير هذا أنه أكو دوائر إقليمية وأمريكية رايدة تشكيل هيجي تحالف حديدي يضمن تكوين الكتلة الأكبر. فيما يخص تحالف العبادي نفسه، يقال أنه إذا فتحت المفوضية باب التحالفات مرة أخرى فتوقعوا ترميم مهم بصورته، ذلك باستبعاد قوى أذته إعلاميا مثل ما حكوا هواية محللين، وهي الإصلاح الوطني بزعامة الجعفري، مستقلون بزعامة الشهرستاني، والفضيلة بقيادة عمار طعمة. أكو هيج معلومات بالكواليس، مثل ما أكو معلومات قوية عن نية العصائب الخروج من تحالف الفتح والانضمام لتحالف دولة القانون، ويقال أنه الأسباب فنية بحت مو سياسية. بس ليش هالتعب طالما أكو تسريب قوي أن يتحد تحالف الفتح نفسه مع تحالف دولة القانون بزعامة المالكي؟ وقيل والعهدة على الناقل أنه أكو رغبة إيرانية بهالخصوص للرد عمليا على اتحاد العبادي وعلاوي والجبوري والمطلق إذا صار. التسريبات خير ابن الله بهالمجال، ومنها مثلا هبوب رياح خلاف شديد اللهجة داخل مكونات ائتلاف خميس الخنجر وأسامة النجيفي وأحمد المساري، والخلاف يتعلق حصرا بمنو يكون رقم واحد بالقائمة. الخنجر مصر على أن يتربع على العرش، وأحمد المساري كذلك. أحمد المساري اللي هدد أن ينسحب إذا ما انطول اللي يريده، كل هذا بحال إعادة المفوضية فتح باب التحالفات. ويبدو أنه الموضوع مرجح طالما أكو رغبة دولية وإقليمية برسم الخطوط الأخيرة للانتقالات وتشكيل الفرق. المهم الدوري ساخن هالمرة، وبورصة انتقال اللاعبين ما تهدأ إلا بتوقيع العقد والاتفاق على السعر، وكل من بسعره وكل من ويومه.